وتعتبر التهلولة من المظاهر التراثية العمانية المنبثقة من القيم الإسلامية. فيها يخرج الأطفال يجوبون الأزقة والحارات القديمة مهللين ومكبرين، داعين الله تعالى أن يوفق المسلمين وحجاج بيت الله الحرام. وتقام التهلولة عند رؤية هلال شهر ذي الحجة، وتبدأ من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء، وتستمر في أحيان كثيرة إلى يوم التاسع من نفس الشهر. ويتقدم المجموعة أكبرهم أو من لديه صوت عال ويسمى المهلل، وهو يقرأ بصوت واضح أبيات قصيدة إسلامية المعاني والدلالات وعبارات التسبيح. Yo Dan, Dan, Yo Dan, Dan, Yo Dan.